بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوطا يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا العرس التراثي الأصيل، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا 24 المخصص للقاية القعدان، المسافة هي 5 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجرياتي وأحداثي وأموري ووقائع هذا الشوط، نسير للصدارة للبداية لكي يتابع حوران على المركز الأول. علي بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يقدم لنا حوران على البداية الأولى. انتقل للمركز الثاني، أتابع المركز الثاني الفايز في هذه اللحظات، فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية يقدم لنا الفايز، من يبحث عن الفوز وعن النقطة المميزة في هذا المهرجان الغالي. أتابع المركز الثالث، من يصل في هذه اللحظات الباز، عامر بن سعيد بن سعد الرفاد المري مع المركز الثالث يقدم لنا الباز ويقدم لنا الشعار مع المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع الأسماء الغادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات، يصل عز الجيش محمد بن حمد بن سعيد بن دهم بن غرنيق مع المركز الرابع. المركز الخامس، أتابع من الجانب الأيمن في هذه اللحظات اللي وصل هياض محمد بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع على المراكز الخمس المتقدمة والمتميزة في مسار وانطلاق هذا الشوط. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع حوران في هذه اللحظات على المركز الأول. علي بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يقدم لنا حوران على المسار الأول. المركز الثاني يتابع من خلال هذا التقدم الفايز وانطلاقة شعار فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية يقدم لنا الفايز مع المركز الثاني. المركز الثالث، وتابع الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يقدم لنا الباز على المركز الثالث. المركز الرابع، وتابع الاسماء الغادمه، يصل المتحد وانطلاقه حمد بن سالم بن محمد بن بخيت مع المركز الرابع. المركز الخامس، وتابع من تراجع في هذه اللحظات، ارى الباز مع المركز الخامس، عامر بن سعيد بن سعد الرفاده مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هي الخماسية الألماسية، لكن بقيادة من؟ أتابع الصدارة والبداية، أرى الباز 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 على الصدارة على البداية الأولى. محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يقدم لنا الباز، أحد الطيور الجارحة بالفعل على الصدارة على القيادة على المسار الأول. وتابع المركز الثاني، انتقل مباشرة للمركز الثاني، أرى المتحد في هذه اللحظات، حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يقدم لنا المتحد مع المركز الثاني. المركز الثالث، يصل بوسعيد يقدم لنا الباز مع المركز الثالث، عامر بن سعيد بن سعد الرفاده المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع حوران علي بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة مع المركز الرابع. المركز الخامس، أتابع اسم جديد بدأ بالتقدم، يصل ظبيان شنار بن محمد بن طامي الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتقدمة مع انطلاقة 1500 متر.
تبقى على الفوز على الانتصار مع هذه الشعارات والاعداد الهائله على ارضيه هذا الميدان، ميدان التحدي. لكن بنعود للصداره للبدايه لكي يتابع الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يقدم لنا الباز. ركز يا ابو سالم والتركيز مطلوب، اتابع الاسماء القادمه، ارى المتحد وارى الباز وارى اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات. سراب محمد بن علي بن محمد المالكي لجهني مع المركز الرابع والمركز الخامس. اتابع الوصول من قبل الفايز عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعب. لكن بعود للصدارة للبداية وتابع الباز على الصدارة على المركز الأول وانطلاقة شعار محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران بن عمارة. من يتابع الأمور؟ لكن يا بن عمارة تابع الفارس راشد بن علي بن محمد آل فهد مع المركز الثاني، وتابع أيضا تدخل رمز علي بن ناصر بن علي بن مرزيق المري. الله ولعت ما بينهم نار اللظى بن مرزيق غير الامور، انتقل للصدارة. يقدم لنا رمز على الصدارة علي بن ناصر بن علي بن مرزيق مع الامتار الاخيرة. سلام تحية واحترام لمالك رمز علي بن ناصر بن علي بن مرزيق المري. سق الله دارك يا ابو ناصر على هذا الاداء المميز والاكثر من رايح تهانينا والناموس لمالك رمز على فوزه بهذا الشوط. المركز الثاني وصل الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران. المركز الثالث الفارس راشد بن علي بن محمد آل فهيد المري. والمركز الرابع سراب محمد بن علي بن محمد المالكي. والمركز الخامس الفايز عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الخامس. اذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل، تهانينا والناموس لمالك رمز علي بن ناصر بن علي بن مرزيق المري. توقيت زمني وقدره 7:36:72 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز. المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني قدم اداء مميز بالفعل، الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران. 7:38:51 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا بن عمارة. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات، الفارس راشد بن علي بن محمد آل فهيدة المري. توقيت زمني وقدره 7:39:41 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.